يعني معلش يا كابتن بيبو، انا كنت شايف انني بيتكلم حضرتك، كلمت الاول وبعد كده انني اتكلم، كنتوا بتتكلموا او انني قال للعيبه ايه؟ والله زي ما بقول لك، زي ما بقول لك كابتن اسلام، هو النني كان يعني النهارده قاعد كان مبسوط جدا، يعني اه مبسوط جدا بالولاد، شاف حاجات كتيره كويسه وانبسط. يعني التقسيمه اللي كانت شغاله كانت يعني عجبته جدا، وفي مجموعه احنا كان شغالين فرقه 2008، لا فيها لعيبه كتير جدا مميزه اه يعني عجبوه يعني. فبعد بعد التقسيمه ما خلصت، النني طبعا جه وسلم على الولاد، وانا اتكلمت وكابتن بدر اتكلم، وهو قال لهم كلمتين مهمين جدا، وانا احب ان انا كمان ان انا يعني اقول هو قال لهم ايه. اتفضل. قال لهم طبعا انتوا بتلعبوا في نادي كبير، لازم تبقوا عارفين قيمه النادي، وعارفين ان دي مسؤوليه كبيره عليكم، وانتوا يعني دي فرصه بيتمناها يعني كل اللي في سنكم يتمنى ان هو يكون موجود معاكم، حافظوا عليها. واداهم نصيحه، قال لهم انا بنصحكم بحاجتين، عايز تبقى لعيب كويس لازم تعمل حاجتين، مش هطول عليكم يعني. اقول لهم انا اهم حاجه عندي حاجتين، اول حاجه ان انت لازم تبقى نايم قبل الساعه 12 تحت اي ظرف، تحت في اجازه، في اي وقت قبل الساعه 12 لازم تكون نايم، زينا عشان بالظبط. اه عشان تبقى التركيز بتاعك وصحتك اه والتغذيه، حتى كل حاجه لازم تنام قبل الساعه 12 وتشرب ميه كتير. قال لهم الحاجتين دول لو عملتهم ان شاء الله تبقى هتستفيد كتير قوي في الفتره اللي جايه. بس اتكلم معاهم بقى طبعا، يعني شكرهم على التمرين بتاعت النهارده، وقال لهم يعني عايز ان شاء الله بزوركم تاني، وابقى عايز اشوفكم في يعني احسن من في تطور. وطبعا انت عارف كابتن بدر، يعني النهارده طبعا احنا كنا قاعدين، طبعا كان في لقطات كده احنا عمالين نضحك، اه ما انا شايف الموضوع يعني لطيف جدا. ها هو طلع يعني كل شويه بينادي لعيب يديله اسم، يديله اسم طبعا. فانا والنني قاعدين ميتين اه من كابتن الضحك. بدر بيقول لك، قال له تختم حياتك في نادي الاهلي بقى. ايوه قال له على فكره انا النني اتكلمنا في حاجه مهمه جدا، بس يعني ان شاء الله هبقولها في الوقت المناسب، واحنا كنا بنتكلم في حاجه هتبقى حاجه كويسه، بس طبعا بقى تتطور بشكل كويس ان شاء الله. تمام، طالما مش عايز تقولها يبقى تمام.